السلام عليكم متابعينا، اهلا وسهلا بكم في قناتكم جيمز ماستر. عدنا لكم في حلقه جديده ولعبه جديده، لعبه جي ستارز فيرسس بلس. حسنا الان الحلقه الثالثه، ونستكمل الحلقه السابقه محل ما توقفنا اصدقائنا. فلنرى من هو العدو الجديد الان الذي سنقوم بقتاله. ما الذي حدث؟ اوه، لقد ظهر لنا الوحش الاصفر السريع جدا المعلم بسرعة 20 ماخ. حسنا الان فريقنا اصدقائي لوفي وايس وسيا ضد هذا الاحمر الوحش الاصفر الذي يمشي بسرعة 20 ماخ. فريق الاغتيالات، صف الاغتيالات اذا تعرفون مسلسل اصدقائنا. حسنا سنقوم بالقضاء على هذا العدو. حسنا نضغط اكس. حسنا اصدقائي لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس حتى تظهر لكم جميع الحلقات الجديده اول باول، ولا تنسوا لايكات والكومنتات والقلوب الصفراء والدعم المستمر للقناه حتى نصل الى نشر حلقات جديده اول باول. حسنا ها هو ايس ايضا. اوهايو غوزايماسو، صباح الخير يا الصف. كورو سنسي، انا المعلم القاتل. هذا ايضا كورو سنسي الاخر. حسنا فلنكن مساعدين المعلم. صف الاغتيالات. حسنا نهجم الان، نركض بسرعه هائله من اجل القضاء على المعلم كورو سنسي. كورو سنسي قد تخطي بعيدا، نهجم مرة أخرى. نستخدم جاتلينجا من لوكا، لكن صد نجح في صد جاتلينجا من لوكا. يجون الدفاع على كورو سنسي ونحاول القضاء عليه. هجمنا كورو سنسي الآخر. بسرعة على كورو سنسي ونحاول هجمه. ايس يساعدنا ايضا. حسنا نركض على كورو سنسي الاخر. اسرع قليلا. نقذف به بعيدا. حسنا كورو سنسي نتبعه ولكن هرب. حسنا نهاجمه. نهاجم كورو سنسي نحاول القضاء عليه. لماذا تلقينا نقذفه بعيدا. نحاول القضاء عليه بسرعة ممكنة. كثير لدي وظهر كورو سنسي الآخر. حسنا تم منها وأخيرا فينش، تم القضاء على جميع كورو سنسي. ركز ينتصر لوفي بمساعدة إيس وكابتن سيا أيضا. حسنا سيرتفع مستوياتنا الآن، فلنرى كم مستوى لوفي. مستوى لوفي 2، أصبح مستوى 3 هو وإيس، وسيا أيضا أصبح مستوى 2. نجحنا بهزيمة كورو سنسي أصدقائي المعلم كورو. حسنا يغادر الآن. سيماسن. حسنا أصدقائي أتمنى أن تكون عجبتكم حلقة اليوم من لعبة جي ستارز فيرسس بلس. نراكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.